واحد لا جوج لصق الاخوين راسك على راسك يلاه الاخوين والله واش الشغل ديال هذيك هيلي الاول شفت اجي عالطيف هذاش وعالطيف أيها الإخوة المؤمنون، إننا في هذه اللحظات نودع هؤلاء الشهداء، هؤلاء الإخوة الذين شاء الله تبارك وتعالى أن يموتوا على هذه الطريقة، أن يموتوا شهداء، وذلك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.